هنعمل مع بعض الرز المصري البيزك خالص العادي. اوكي تعالوا نشوف المقادير معايا. الاول عندي الرز، عندي زبده، حبهان، مستكه، ورق لورا، وطبعا الملح والفلفل. بكون مجهزه ميه مغليه. تعالوا الاول كده ايه نقرب المقادير. ده البيزك. الناس دايما بتبقى فاكره ان الرز سهل قوي لا، هو الرز مش من الحاجات السهله قوي. سهل جدا طبعا، بس لما تعمليه، لما تبداي ان انت خلاص انا دلوقتي عارفه اعمله كويس قوي فبقى سهل. بس غير كده لا. اول حاجه هعملها احط 2 مستكه، اوكي، واحدتين، واسيبهم مع الزيت يسيحوا. لازم في ماده دهنيه، المستكه لازم يسيح في ماده دهنيه، خلاص عشان ايه تبقوا عارفين. وهحط واحده من الزبده. انا الرز بحب اعمله ان انا اكله وهو مش لازم يتحط عليه حاجه، فطعمه بيبقى طعم قوي. اوكي، فعايزاكم تعملوه انتوا كمان، يطلع طعم جدا اهو كده. هحط بقى، انزل الرز وايه، وهبدا اقلب. هسيبه يتقلب تقلبتين انه يشرب برضو الايه الطعم بتاع المستكه مع الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها كده. وهحط بقى ورق لورا واتنين حبهان، وهتلاقوا الحبهان بيطفوا بعد ما يستوي على الوش، تقوموا شايلينه على طول. اوكي كده هقلبه. بصوا انا اشوفه كل ده سايباه ازاي مع الزبده والزيت والمستكه، حبهان، ورق لورا. اوكي اهو طريقه الرز اللي يطلع طعمه طعم جدا وفي نفس الوقت سهله جدا، بس ايه بطريقه. احط شويه من الفلفل، رشه كده من الفلفل، وعلى كل كوبايه هنحط معلقه ملح. يلا بعدين عايزه اقول لكم برضو، انا دلوقتي بعمله بالشبه يعني بالويم، انا بعمل الميه، بحط الميه بس. اللي لسه طبعا بيبدا انه يعمله هيحط على الكوباية كوباية وحتة صغيرة، مش كوباية بس، كوباية وحتة صغيرة عشان يطلع طري معانا ويطلع حلو. أنا بغلي المية وأقوم حطاها بس كده. أوكي، وبعدين إيه، تمام، نشرب بقى ال أهو. أوكي كده، وإيه، وهقوم مغطية عليه ونجيب الحلة التانية ونودي دي تستوي هناك.